ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخيرا اخيرا الفيديو المنتظر وتجهيزات الولادة اخيرا هعمل معاكم الفيديو ده. طبعا استنيتوني كتير جدا جدا، وانا كمان اتأخرت فيه جدا جدا جدا. فلو انتي اول حمل ليكي، لازم تعرفي ان انتي لازم تبدأي تجهزي شنطة الولادة من الشهر السابع. لازم تكون شنطتك جاهزة عشان تستعدي الولادة في اي وقت. طيب مبدئيا كده، ايه هي الحاجات او الاساسيات المفروض تبقى معانا في شنطة الولادة؟ اول حاجة لازم تعرفي ان انتي مختلفة عني عن غيرك، فكل ده بيرجع لشخصيتك انتي. الحاجات اللي هتجهزيها ده على حسب مقدرتك، وكمان على حسب شخصيتك، وعلى حسب انتي هتولدي في الصيف ولا في الشتاء. بس انا هقولك الحاجات اللي ممكن ما تستغنيش عنها سواء هتولدي في الصيف او في الشتاء. مبدئيا كده يلا نقول اول حاجة معانا، وهي مستلزمات البيبي. المفروض ان احنا نحط في شنطة الولادة ايه للبيبي اللي احنا ان شاء الله منتظرينه؟ اول حاجة هنحطها من 2 لـ3 ملابس داخلية. لازم يكون عندنا 3 أو 2 طقم داخلي، سواء بقى كان قط او نص او كم، على حسب ما انت هتولدي في الصيف او الخريف او الشتاء. تاني حاجة عندنا كوبرتا تبقى خفيفة شوية، ما تبقاش تقيلة قوي، برضو على حسب هتولدي في الصيف ولا الشتاء. طبعا كمان لازم نعمل حسابنا في كمية من البامبرز بمقاس من 0 طبعا لـ3 شهور، ودي طبعا متوفرة في كل السوبر ماركت. عندنا كمان شراب للبيبي، وعندنا كمان طاقية. حاولي دايما اللبس الخارجي للطفل يكون عبارة عن سلوبيتة كاملة، عشان ما تلبسيش شراب او كده، فالسلوبيتة اللي هي بتبقى مقفولة من تحت دي بتسهل عليكي كتير. وكمان طاقية لراس البيبي. وطبعا مش هنستغنى عن شنطة البيبي اللي بتبقى فيها الشامبو والصابون والكريمات بتاعت البيبي المرطبة. تقدري تختاري اي ماركة انتي حباها، في طبعا ماركات كتير جدا جدا. هتروحي طبعا هتحتاري اول مرة، بس ده بيرجع للتجربة، وان انتي تشوفي احسن ماركة انتي حباها ايه. في طبعا في جونسون، في فيسان، في موستيلا، في انواع كتير جدا جدا، في كيكو اللي هو بتاع الاطفال. فانت على حسب ما تلاقي السعر المناسب ليكي، وعلى حسب ما هتجيبيها. طبعا كمان لازم ناخد فوطة للبيبي عشان لما نعمل له دوش في المستشفى يكون معانا حاجة ننشفه بيها. تمام، دي مستلزمات البيبي. طبعا بتبقى حاجات انتي بتجيبيها على حسب راحتك انتي. تاني حاجة هنتكلم عنها، وهي مستلزمات الام اللي المفروض هتحتاجها في فترة الولادة. عشان تروحي تولدي لازم يكون عندك برضو شنطة خاصة بيكي، او في نفس الشنطة بتاعت البيبي تقدري تحطي فيها حاجاتك. ودي طبعا برضو بتختلف من ست للتانية ومن شخصية للتانية. فانا هقولك برضو على الحاجات الاساسية. اول حاجة لازم تكون معاكي عبارة عن كاش مايو او عباية، على حسب ما انت هتلبسيها اللي هتدخلي بيها غرفة العمليات هتولدي. بعد كده لازم يكون معاكي طقم جاهز، او برضو كاش مايو اخر بعد ما تخرجي ان شاء الله من العمليات وتاخدي دوش كده. ويكون معاكي كمان روب على حسب ما انتي بتحبيه، بقى قصير طويل، يعني براحتك انتي. وكمان لازم يكون معاكي اكتر من بيجامة ليكي لو انتي هتقعدي اكتر من 2 3 يوم في المستشفى طبعا. ومعاكي ادواتك الشخصية، المشط بتاعك، الفرشة، معجون الاسنان، كمان شامبو خاص بيكي، وطبعا الاولويز او البانتي اللي انتي بتحبي تستخدميه على حسب راحتك انتي. ده بيختلف من سيدة للتانية على حسب ما انتي تجيبيه وحسب ما ترتاحي. كمان يبقى معاكي شبشب خفيف كده عشان تقدري تسهلي في الحركة والكلام ده كله. ويبقى معاكي طبعا لو انتي محجبة تعملي حسابك في طرحة او اتنين، وكمان او اسدال اللي هو بيبقى معاه الطرحة ده بيبقى اسهل في كل الحالات. وكمان يبقى معاكي الشامبو بتاعك وكريمات خاصة بتاعتك بتاعت الاهتمام بالبشرة، لو انتي برضو يعني عشان برضو تهتمي ببشرتك في الفترة دي، وكمان لو انتي هتقعدي 3 أو 4 أيام. وغير كده يبقى معاكي طبعا حاجتك الشخصية، معاكي طبعا ازازة شامبو مخصصة ليكي، ده برضو لو انتي هتقعدي في المستشفى 3 أو 4 أيام. عادة في ايطاليا سواء طبيعي او قيصري بتقعد من 3 أو 4 أيام او ساعات اسبوع، فلازم الحاجات دي تبقى موجودة معاكي في شنطة الولادة.
تمام. الحاجات دي تقدري تجيبيها منين؟ هتقدري تجيبيها طبعا اللبس هتجيبيه من اي محل بتاع اللبس، خاصة ممكن تلاقيه في محلات الاطفال برضو، قسم المرأة الحامل هتلاقيه موجود، زي برناطالي، زي الكيكو، زي اي ماركة بتاعت اطفال تقدري تروحي تجيبي منها كل ده. وكمان عندك طيب لو انتي عايزة تجيبي حاجة حاجة من حاجات الاطفال اللي هي شامبو والحاجات دي، في جزء موجود في السوبر ماركت تقدري تدخلي تجيبي بقى، ممكن تنوعي في الماركة او ممكن تجيبي كل حاجة من الماركة اللي انتي حابة تستخدميها. وهقول لكم ايه اكتر ماركة انا حبيتها استخدمها مع فترة الحمل الاولانية او تجربتي مع ابني المرة الاولانية. طبعا انا في المرة الاولانية نسيت حاجات وعملت حاجات، بس ان شاء الله اقدر اقول لكم عليها في الفيديو ده. انا استخدمت جونسون ما عجبنيش صراحة، استخدمت فيسان ما عجبتنيش. فاحسن ماركة لقيتها حلوة جدا جدا هي موستيلا، هوريكو شكلها دلوقتي. تقدري تجيبي منها الشامبو والكريم والمرطب الجسم للبيبي والبرفان كمان بتاع البيبي، يعني دي خاصة فيها كل الانواع. اما فيسان انا عن نفسي ما حبيتهاش، هوريكم برضو شكلها وده اسمها. الماركه دي في منها كل حاجه، كريم بتاع الحفاض وكمان الشامبو وكل حاجه متوفره، وايضا كمان كيكو. هوريكم علبه كيكو، العلبه دي انا جربتها، في منها البانيو بتاع الدوش وفي منها كل حاجه، فتقدري تجيبي على حسب راحتك انتي وده يرجع ليكي انتي. وارجع تاني واقول لك ده بيرجع لان انتي بتجيبي الحاجة على حسب راحتك النفسية. فلو عجبتك الفيديو وكان مفيد، ياريت تعمل لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي.